هقول لك شويه اسماء كده اللعيبه موهوبه، وقول لي من وجهه نظرك ليه اللعيبه ديت بتمشي على سطر وتسيب 10. وكل الاسماء اللي انا هقول لك دي، صلاح فتحي، مدبولي، صلاح محسن، صالح جمعه، يعني كفايه كده بس الاسماء دي. مصطفى فتحي الإصابة آه. هي اللي بتعطله كتير جدا، دي جزئية. مدبولي مدبولي في الاسماعيلي، ما قدرش برضو ان هو، يعني ما اقدرش اقيمه قوي لان هظلمه، لانه ما يعني بقاله فترة قليلة بيلعب، ما لعبش كتير في نادي الزمالك، فلو قيمته هظلمه. ماشي. ولو ان هو امكانياته انا شايف ان هو لعيب كويس، ولو استمر في اللعب مع الاسماعيلي هيبقى اضافة قوية جدا. صلاح محسن، صلاح محسن الضجة اللي حصلت هي اللي أثرت عليه، يعني الضجة بتاعته إنه داخل بمبلغ خرافي، والانتقال والضغط اللي اتعمل عليه حط عليه ضغوطات أكتر من اللي موجودة على اللعيبة عموما اللي موجودة في الأهلي، أنت فاهم؟ فهي دي اللي أثرت بشكل عام على مستواه، وهو لغاية دلوقتي بيحاول يرجع مستواه. أنا شايف إن هو بقاله من بعد الكورونا ابتدى يرجع، يعني مع سموحه ابتدى يشتغل كويس، ابتدى يعني فايق في الفتره دي، اتمنى ان هو يستمر. طبعا صالح جمعة، صالح جمعه لازم يغير اللايف ستايل بتاعته، مش يعني مش كلاعب، كبني ادم يعني، فاهم؟ لازم يغير اللايف ستايل كله، عشان هي مش لايقه على لعيب كوره، بغض النظر بقى هو بيلعب فين. هي دي فكره، هي دي الفكره اللي انا كنت بقولها لك في اول البرنامج، ان انت بتجيب لعيب عنده 24 25 سنة، بقاله 25 سنة بيعمل حاجة، فعايز تغير له الحاجة دي في ست شهور. ست شهور ايه ده، بقاله 5 سنين في الاهلي. انا الليل. بتكلم عموما، انت واخد بالك انه انا فاهم بس انت يعني، ما انا بقالي 20 سنة بعمل حاجة، فبرضه ممكن في ناس تقدر ان هي تغيرها في 3 4 سنين او في سنة او في سنتين وات ايفر، وفي ناس ممكن ما يقدرش يغير. هو لغاية دلوقتي مش قادر يغير طريقة حياته، بس طريقة حياته مش مناسبة ان هو يكون لعيب في النادي الاهلي. هل هو اخد فرص كويسة في الاهلي ولا كلاعب يعني؟ انا ما مش لغاية دلوقتي، لا طبعا كلاعب لا. هو انت، ما انا بقول لك هو مش هيلعب لانه هو لازم يغير طريقة حياته، طريقة الاول تفكيره، فاهم؟ يعني غير حياته اللي خارج الملعب. انت قلت جملة انا وقفت عندها، يعني طريقة حياته مش طريقة حياة لعيب كورة في النادي الاهلي. وفي النادي الاهلي بس